بعيد 21 حل برنامج كلام الناس والإعلامي مارسيل غانم ضيوف بمنطقة راشية الوادي لألقاء ندوة حملت عنوان كلام في الإعلام ولبنان. الإعلامي شاغل الناس وكلام الناس الأستاذ مارسيل غانم. أهلا بكم، تزرعون فينا الطموح والأمل في هذا لبنان. الندوة من تنظيم المدرسة اللبنانية العالمية براشية، وتنوع الحضور بين طلاب وأساتذة وأهالي وفعاليات المنطقة. اليوم يمكن هيدا أحلى عيد احتفلت فيه لولادة كلام الناس براشية الوادي. الوزير وائل أبو فعور أشاد بكلمته بدور الإعلام بخدمة قضايا المجتمع. ما يجمعني ثالثاً بالأستاذ مارسيل هو أنه ونحن ننتسب إلى أهل الفكر ولا ننتسب إلى أهل المقصر، وعلى أمل أن تتغلب الفكرة في هذا الشرق في يوم من الأيام على المقصلة، سنبقى وإياك نحاول ونحاول ونستدعي كل ما أوتينا من إمكانات لأجل هذا الوطن ولأجل بلاد العرب ولأجل هذا الشرق. أبو فعور وصف مارسيل غانم بلؤلؤة الإعلام بلبنان والشرق الأوسط. أستطيع القول درة تاج الإعلام اللبناني، لا بل لؤلؤة الإعلام العربي. مارسيل غانم تطرق بكلمته إلى التحديات اللي عم بيواجهها الإعلام اليوم والصحافة بشكل عام. ماذا بقي من دور وسائل الإعلام؟ وهل ما نتابعه عبر وسائل الإعلام اليوم هو صحيح وسليم؟ الصحافة التي كانت في زمن الكبار كانت تصنع الرأي العام، كانت تحفزه وكانت تحركه، فأي إعلام نعيش اليوم وأي قضايا يثيرها؟ كما استمع إلى آراء ومداخلات التلاميذ حول الإعلام ولبنان. إلى متى سنبقى غنماً؟ ومتى سنخرج من زمن القطيع إلى زمن الجماعات الحرة المبركة؟ شكراً. أنتوا اليوم بأصواتكم، أنتوا اليوم بشغلكم، أنتوا اليوم بجهدكم بتكون تبلشوا عملية تغيير. أهم إعلامي بالشرق الأوسط، عرفنا شوي عن سياسة البلد المخبية. أستاذ مارسيل نحن بنعتز بوجوده. لو ما برنامج ناجح ما بيكون ما بيضلوا لهال 21 سنة ناجح. وقرانا كمان بتحتاج لتشوف هيك شخصيات. طبعاً نحن فخورين بهاي الزيارة وهو ذخر كتير كبير للمنطقة كلها. بالختام تم تكريم مارسيل غانم ومنح درع تقديري من المدرسة.